شو رأيك بهالمقلوبة؟ يا سلام، اللي بيعجبني فيكي طبخي، فشل أكبر طباخ يجيب هالنكهة. والرز شلونه؟ مبسوط الله يرصي. نعم؟ يعني بجنن، بتقدم لملوك، كتير 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 ناجح معك. لكن جمال، الطبخ نفس. فعلا نفس، يعني أنت جيبي نفس المقادير ونفس اللوازم ونفس الأدوات وخلي واحدة غيرك تطبخ، بيطلع طبخة بقرب. لهالدرجة؟ وأكثر، لأنه الطبخ فعلا فن، فن حقيقي، مثل الشعر، الشعر والأدب والموسيقى والنثر، فن 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 حقيقي. لك يسلموني أناملك، أعطيني إياهم، أعطيني إياهم إذا ما بتصير سألي إن شاء الله. شو هدول؟ لك أناملك حتى بوسهم. ربي يلا بتشرب أكلك. مالح الأكل شي؟ هون في النقطة، الملح يعني شوي في عرق، نسرة من عرق زايدة. لا أعوذ بالله، أصلاً بعمري ما طلعت الرز راكز مثل هالمرة. صدقتي يا وهم، وأنا عالتاني عم بمزح. جمال؟ أنا أحسن طبخي ولا طبخ أمك؟ لك أمك من أمي، أني ست ختيارة، يعني ما عاد إلي أخلاق تطبخ. أما أنت، لك أنت شغلة مو معقولة، مو معقولة أنت منوب. شلون المخللات؟ مخللات بدعم سلامتي. نعم أنا قديش بحياتي دقت مخلل؟ كثير. أما مثل مخللك ما دقت يا لساني، ويا لساني ما دقت. ولا ما بخيال؟ ممتاز، رائع جدا، تومه راكز كتير، أمم حلوة اللبن، ولا عم يشط ولا عم يمط. هاتي هاتي لي الزبدية حتى غبلي شي غبي. لك لا أكل بالمعلقة. ما بترويني المعلقة، ما عاد فيني صبر هيفاء، بدي غب غب الجمال. إن شاء الله بتقبرني يا جمال، كل هلأ داخل عقلك طبخي؟ أصلاً ما رح يجيب أجلي إلا طبخك. من كتر مراكز. إيه بعيد الشر عنك، الله يخليك فوق راسي. هيفاء، نفسي طالب الحمض، عطيني سفرجة كبيرة من عندي. خير، اللهم اجعله خير. مرحبا. أهلين وسهلين. آسف للإزعاج، يمكن إني جيت بوقت غير مناسب. لا أهلا وسهلا ومرحبا. أهلين، تفضل. شكرا. يا ريت مرحبا. اثنين قهوة هيفاء. أهلا وسهلا ومرحبا. دي العين جار. بعرفك على حالي، أنا صائب الهنداوي وبيقولوا لي أبو عادل. بقى جاي أسألك سؤال عن واحد اسمه رشاد حردبي، دخلك شلون مسموعياته؟ مسكو عنبر. والده؟ زلمة مقدر. والدته؟ عسل وسكر. وأصدقائه؟ لازم أشر. عنده صديقات؟ ما عنده ولا صديقة. وآراؤه؟ صائبة ودقيقة. كريم ولا بخيل؟ بالعكس، إيده سخية. يعني نحن منصوحين فيه؟ 100%. يعني آدمي؟ من الجامع للبيت ومن البيت للجامع. صحيح، ما حكيت إلا الواقع. يا الله يطمن قلبك يا رب. ما بحكي إلا صدق. يعني نجوز البنت؟ وبتكون أنت اللي كسبت. يا الله يبشرك بالخير يا وش الخير. يا أهلين يا أهلين. أهلين أبو عادل. أهلين أهلين أستاذ جمال. أهلين سهلين. تسلم لقلبي، تسلم لقلبي، شو إنك فهيم. أخي أبو عادي حكالي إنه حكيته عنا كلام حلو. يا حلو، بتستاهل أبو رشاد. الله يخليك الله يخليك، فعلا فعلا والله، ونعمل جيران. أخي
حددنا الكتاب يوم الخميس الجاي، وهي بطاقتك بالراس العرمي. نور تشريفكم. ها متشرف ان شاء الله. الله يخليك يا رب، الله يخليك ويديمك. السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. كان عجبك المحاضرة؟ عجبتني وبس يا سيدي. انت لازم تترجمها وتنشرها لأكثر من لغة. هيك وانت؟ اي طبعا، حتى الأجانب يعرفوا انه في عنا بالبلد مفكرين سياسيين من مستواك. الله يطمنك، لأنك انظاري. أعوذ بالله لا تظن منوب. انت شف لي الناس بالصالة، ما حدا نايم، كله عم يسمع لك وكأن على رؤوسهم الطير. وبالعادة الناس بالمراكز الثقافية بيشخروا وبيناموا كمان. يعني ما حدا نام هيك؟ ولا واحد، تعدمهم كلهم فنجر عيونه فنجرة. عظيم، عظيم جدا. الله يقويك ويحرسك من العين يا أستاذ هاني. ولا يحرمني منك يا لساني، يا لساني بتمني، شلون ما قدرتك بتندى. قوم لك قوم الحامي. لوين؟ عازبك على العشاء. ايه اخي وديه، مثل ما قلت لي ساوي. عجبك هيك؟ شفت؟ بهالطريقة تكسب ود البشر. وإذا بدك تعيش مستري، شو ما شفت قول منيح. هيك فكرة. معلوم؟ افتح الباب. معلوم أخي جمال، معلوم. بهالطريقة هاي كل الناس بيحبوك وبيدللوك وبيشقشلوا فيك شقشلة. إيه؟ شو رأيك بيت كرسي؟ ما بعرف، يعني عاجبك انت؟ بس مو مريح. هو فعلا مو مريح، خالتي اشترت واحد من هالنوعية مثله بالضبط. مو مريح منه، دائما تشكي منه، لوياته على طول مقرمين. انا فكري هاد له طراحة اريح. اعوذ بالله، كل كرسي له طراحة اريح من يلي ما له طراحة. ما بدك يا هداك انسى، فعلا هاد احسن، احسن بكتير. شو جاب لجاب؟ بس استاذ يعني هاد بسناداته اريح. بسناداته؟ من جهة السنادات. كل كرسي له سنادات وما له طراحة اريح، لانه الانسان بيرتاح على ايديه اكثر ما يرتاح على هاد. اريح، هاد اريح بكتير. بس فكري انا هاد طراحته وبسناداته اريح. أعوذ بالله، وأنت اللي قلت إذا بالكرسي توفر سنادات وطراحة بدك تنسى البقية، خذوا هذا وبتكون أنت اللي كسبت. هذا أريح كل شيء، ما بدك ياهم ندم. بس مو حلو. هو هذا عزمته فعلا، يعني مو حلو منه، يعني صحيت لك يا بس فعلا مو حلو، يعني مشرشح، يعني وين ما كان فيه منه شرشوح كثير. هداك إذا حط له طراحة مع سناداته أريح شيء. أعوذ بالله، إذا فصلت له طراحة، إذا رحت لعند منجد وفصلت له طراحة، بتكون أنت اللي كسبت فعلا. يعني بتحس كأنك نايم على تخت بينام عليه. بينام عليه؟ إيه ده كان بينام فعلا، كثير بينام عليه. يعني أستاذ أنا قديش شفت كذابين ودجالين ومنافقين مثل هالأستاذ، ما شفت ولا عيني رأيت. مظبوط كلامك، مظبوط، عمرك أطول من عمري، عم تحكي صح أنت، لأنه أنا هيك لك، هيك أنا يا ناس. يا أهلين وسهلين أستاذ وسيم. إيه هيك ها؟ أنورت البلد بوجودك؟ أولاً بلاها كلمة أستاذ غصباً عني، مو بيدي، صار لي زمان ما شفتك. ما اختلفنا، بس أنت بتلاقيها معقولة، زمالة دراسة لأكثر من 5 سنين وصداقة عمر، وبعدها بتقول لي أستاذ. احتراماً أخي، احتراماً ولو. المهم أنك كيف أشغالك، كيف أوضاعك؟
قسما بالله ما رحت من بالي طول ما انا عايش بكاليفورنيا. ايه ومشان هيك كنت تكتب لي المكتوب اللي في المكتوب. مش عاقل ما بترحم ما بترحم. المهم طمني كيف وضعك؟ ماشي الحال ما رضي عاش. اللي مالك ناوي تتجوز؟ صار عمرك 50 سنة شو ناطق؟ ايه سيدي بكير ليش العجلة؟ بتروي السلامة. ايه انو سلامة هي؟ ضروري تتجوز وتاخد مقويات. قربت الشغلة قربت عضت كوساي. ليش ما بتعرف انه انا خاطئ؟ قلتلي بس انا عم بحكي عن الزواج. ايمتى رح تتجوز؟ كمان بكير يا وسيم بكير. يعني هو صحيح صار عمر خطيبتي 41 سنة وبلشت هرموناتها تضطرب وتعرق بلا طعمة، بس مو مشكلة، متأمل خير خير متأمل. وأنا مثل ما بتعرف مو من أنصار الزواج المبكر أبدا. خلينا نفوت على بعضنا هيك مختمرين. المهم أنت ناوي ولا مالك ناوي؟ شوف وسيم، إذا لقيت بيت الإجرة يناسب راتبي وإن شاء الله يكون على أسطوح زريبة دواب، وإذا لقيت خطيبتي وظيفة مقدرة وما حدا زعجها، فنحن رح نقدر نفتح بيت ورح نكون أسعد زوجين. كتير حلو، بس يا ترى تقدر تملك سيارة بسهولة؟ شوف، إذا رخصت السيارات وإذا سمحت لنا الحكومة الله يعزها باستيراد هالسيارات من وكالاتها بالتقسيط المريح مثل بقية الدول المجاورة ومثل بقية الخلق والعالم، وإذا رخصوا لنا البنزين باعتبار الدول العربية الحبيبة منتجة للنفط، فشغلة السيارة مو مشكلة أبدا. رح اشتري سيارة كأني عم اشتري بسكليت. ولا يهمك وزي. يعني هلأ ما عندك سيارة؟ شوف، إذا اتحقق الازدهار الاقتصادي الموعودين فيه وإذا زودوا لنا الراتب بحيث يكفينا ونقدر نوفر منه مثل أيام زمان لما كان راتب الموظف 200 ليرة ويقدر يصمد منه حق بيت، فأنا أول الناس يلي رح يشتروا سيارة. بإذن الله. عظيم جدا. طيب بدي أسألك سعيد. تفضل. شلون الأجواء العامة بالبلاد؟ شوف، إذا ما حطتني بعض الجهات غير المتفهمة تحت الرقابة لأني بنتقد كتير ولساني طويل، وإذا ما توسوسوا مني بالوظيفة وما قلعوني بسبب هالشي، فالأجواء العامة بتغير العقل والمناخ صحي جدا جدا جدا. والدليل على ذلك كلامي صريح معك، هي عم بحكي معك أنا بمناخ عام بمكان عام وبكل صراحة وجرأة. يعني بقدر اطلع على عمود المرشي واصرخ باعلى صوتي هذا خطا يا ناس، انتبهوا وعدوا المسار. ما حدا بيزعل مني ابدا. رائع رائع جدا والله يا سعيد. مالك علي يمين انه قلبي من جوا فرفح لما سمعت الاخبار الحلوه هي. وعلى طول رح تسمع ان شاء الله. هذا اللي بتمناه يا سعيد. دخلك لساتك ساكن عند الوالد؟ اي نعم. شلون صحته؟ شوف، إذا لقينا بين الدكاترة مين يفهم على مرته وما تحذروا تحذير، وإذا قدرنا نلاقي له الدواء المهرب باستمرار، أو إذا اضطرينا نعطيه شي دواء وطني وما انتكس، أو إذا شي دكتور اقترح نعمل له عملية جراحية مشان يلحس أصبعته من وراها، وإذا لقينا له محل بالمستشفى بدون واسطة، وإذا أجرى العملية وضل طيب بعدها، فالوالد رح يكون بصحة جيدة مثل الحديد. طيب سفروا لبرا يا أخي، والله الواحد بيحط ما فوقه وما تحته حتى ينقذ حياة أبوه. شوف وسيم، إذا التقى شي فوقي وشي تحتي حتى بيعه، وإذا يلي اشترى مني ما استحكمني وأخذ أغراضي ببلاش لإني مضطر بيعها، وإذا لقيت العملة الصعبة مشان مصاريف السفر لأوروبا، وإذا ما حسبوني بالبنك بسعر السوق السوداء، وإذا ما انكمشت، وإذا سفيرنا بالخارج سهل مهمتنا وما دارها طناش، وإذا ما طلع الدكتور يهودي وصرفنا الوالد بغلط مقصود،
وإذا ما هلكونا بالجمرك بالتفتيش ونحن راجعين مشان بجامتين جايبينهم معنا للوالد بمناسبة سلامته، وإذا ما انزعج الوالد من هالتفتيش الحضاري وما اجته الجلطة فأكيد رح يضل طيب الله يمد بعمره ورح نسفره لبرا. على كل الله يقدم لي فيه الخير. بالمناسبة سعيد بدي سألك، تفضل، مشروع خالك الاقتصادي اللي حكيت لي عنه شو أخباره؟ ها شوف وزين، إذا قدر يرشي بعض المدراء العامين وما وبخوا ضميره، وإذا قدر يقدم هدايا تقيلة لبعض المسؤولين بدون ما يحس بصغارة نفس، وإذا قدر يداوم له شي 4-5 أشهر بالدوائر الرسمية وهو عم يخفي ويلاحق معاملاته، وإذا وافقوا على إعطائه قرض من المصرف بدون ما يعرف له أموره، وإذا قدر يحافظ على عقله من الجنان بعد هالشي، وإذا شملوا القانون 10 فالمشاريع الاقتصادية ناجحة جدا بهالبلد، وخالي رح يشنص تشنيصة إلى أول وما لآخر. وزين يا سيدي الله يهني بيستاهل. طيب ليه سلاك لسه الكهرباء والمي عم تنقطع عندكم ولا حكي عدوين؟ شوف وسيم، خلينا واقعيين، يعني إذا ما تعطلت أسلاك الكهرباء بعد أول مطرة وإذا ما انفجرت مواسير المي بسبب غزارة المطر، وإذا ما انقطعت كابلات التليفون بسبب شي فيضان، وإذا ما انقطع بس الإذاعة كله بسبب التلج، وإذا ما انقطع الإرسال التلفزيوني بسبب الهواء، وإذا ما صارت الشوارع مستنقعات بسبب الأمطار الرعدية وتعطل السير، فالكهرباء عمرها ما رح تنقطع والبلد ليل نهار رح تكون شعلت نور. ونفس الشيء بالنسبة للمي؟ لا 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 أبداً مو نفس الشيء، لأنه إذا اشتغلت الآلات الجديدة وإذا الناس حبت طعم الكلور المخلوط بالمياه مشان منع التلوث، وإذا الأطفال حبوا طعم الفلور الممزوج بالمي لتقوية الأسنان ومنع التسوس، فالمي عنا ما عليها حكي أبداً ورح نصدرها كمان. طيب السياحة شو أخبارها؟ شوف، إذا سمحنا للمستثمرين وأصحاب الأموال بتركيب تل فريك بهالجبال الخضراء، وإذا اعتنينا بالمصايف شوي فالسياحة عنا بألف خير بألف خير، ما في مجال للحكي منه وزين. وبالنسبة للتعليم؟ مناهجنا قوية، وإذا ما حطوا بالصف الواحد 85 تلميذ، وإذا ما توقف إعطاء الدروس بسبب قلة المعلمين وهجرتهم لبقية الدول بسبب قلة الرواتب، وإذا ما صعبوا الأسئلة على الطلاب حتى ما ينجح إلا كل طويل عمر، وإذا زادوا عدد المدارس الرسمية والخاصة، وإذا درسوا صلاحية بعض المباني لجعلها مدرسة، وإذا دفوا لك الطلاب بالشتاء، والله التعليم عنا وقتها أرقى وأحسن من كل الدول، أحسن من دول كثيرة، وأستاذنا مطلوب ومرغوب. إيه بس هلأ إجا دوري حتى أسألك. سأل شو ما بدك. أنت ليش عم تسألني هالأسئلة كلياتها؟ العيت لي قلبي وزين. أنا عم بسألك حتى أطمن بخصوص عملي وأطفالي. إيه بس أنت عايش بكاليفورنيا. صحيح، بس عم أفكر أرجع وأستقر هون. بقى شو رأيك؟ ها شوف وسيم، إذا قدرت تخلص من المقارنة بين برا وجوا، وإذا قدرت تتكيف مع واقعنا فاستقرارك وقتها وارد جدا وأهلا وسهلا فيك بيناتنا، ورح تنبسط كتير برجوعك لصدر الأم. طيب هلأ أنا عندي استفسار. تفضل. لا طخنت كثير وزين، تعال مشي بحكي ايديك، خرب بيتك وبيت بيتك. يعني صحيح الرقابة العربية متفهمة جدا بس مو لهالدرجة،